مالوش نعملو كي قبل الواحد كي يجوع يكبس كرشو باش ما يجوعش. هكاك توش يصير لنا تحت الصفر بثلاثه مش بواحد. كنا قبل نضحك ونقولوا مصر وما مصر والركوب كيفاه بيبان محلوله والهند طالعين فوق المترو فوق التران فوق الكار، ولينا نقربنا لهم تصحفنا بقدراتها. اللي يخدم مرحبا به، اللي ما يخدمش يخلي بلاصتو اللي يخدم. شنو الاصحاب؟ الاصحاب هو الانتاج، هي الخدمه. شنو رايك في وسائل النقل في تونس؟ والله تحت الصفر بثلاثه مش بواحد. تحت الصفر بثلاثه علاش؟ ثماش كثر مشاكل تاع المتروات، وواحد باش يمشي للخدمه يبطل ما يمشيش، باش يمشي يقضي شؤونه وما يقعد مطيش بالساعتين بالثلاثه. متروات بيبان مكسره. احنا كنا قبل نضحك ونقولوا مصر وما مصر والركوب كيفاه بيبان محلوله والهند طالعين فوق المترو فوق التران فوق الكار، ولينا نقربنا لهم. ولينا كيف قربنا؟ لا مانيش كيفهم الحمد لله، ما نبداوش كيفهم، اما قربنا. إذا كان باش تبقى يبقى الحال كما هو هكا باش نولي كيف. إذا كان ما نصعبوش الدولة ما تصعبناش باش نتيحوا مش تحت ثلاثة تحت الصفر، باش نوليو ستة سبعة تحت الصفر. كيفاش تنجم تصعفنا الدولة؟ تصعفنا بقدراتها. اللي يخدم مرحبا به، اللي ما يخدمش يخلي بلاصتو اللي يخدم. شنو الإصعاب؟ الإصعاب هو الإنتاج، هي الخدمة. فهمتك. إذا كان ما ينتجش اللي باش يجيبوهم، منين الارض باش تعطي الغله؟ انت ما تخدمهاش كيفاش باش تعطيك الغله؟ مو هنا ثم حتى الشعب لازم يبدل شويه المونتاليتي نتاعو. عندنا المونتاليتي نتاعنا تعبت من مش من الثوره، من بدات المشاكل مع الاحزاب وبدا قلع منا وحط منا وزيد هذا وحط هذا، وليت المشاكل وتسيبت شويه. الامن قداش باش يقعد يجري؟ قداش باش يشد ويحط في الحبس؟ خديش باش يخرج او تشد منه شد 100 خرج 150، معناها نفس الحكايه هي المعبوكه. خلوا يحكي له في حكايه ذا قبل جدي في حكايه، ولدي يلزمك ويلزمك ويلزمك. خلوا هو يحكي له، خلوا جدي 100 نماله طب ولا الغار. قالوا 100 نماله طب ولا الغار، معناها هو يحكي له في الدنيا وهمها ومشاكلها واحد، وهو اللي يحسب النمال. معناها هذايا حديث قديم راهو. معناها دونك تو الدولة قاعدة هكاك، احنا نخرفوا لهم وهم يحسبوا في الملايين لهم، هما عايشين ببركة ربي احنا راهو وخير منهم راهو. ديما الحمد لله هذيك الصبر اللي عطاه لنا ربي احنا. ريت كي ناكل قدمة انا وشربة ماء دبوزة ماء هاي بحذايا، نعطش نشرب شربة ماء. نقول يا ربي لك الحمد، ربي يعطيني ياك الغفوة تاع النوم باش نرتاح فيه. مالوش نعملو كي قبل الواحد كي يجوع يكبس كرشو باش ما يجوعش. هكاك توش يصير لنا بالحق. تنمول معي شغلات ياسر غليت شوية ياسر.